في هانم عايزة تقابل سعادتك. مالك؟ طب استأذن أنا بقى، عندي مشوار مهم. طلعت بتفهم. موافقة.
تعال. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا روحك. مش مصدقة اني فات سنة. كأنها حلم. يا ريت يفضل على طول. هيفضل على طول لغاية ما نكرمش احنا الاثنين. لو الدنيا ما فيهاش غيري انا وانت بس. انت هتخوفيني ليه بقى؟ لا مش قصدي خالص. الو ناديه. اهلا يا نادي، اخبارك ايه انت وفتحي؟ عاملين ايه؟ اشغلها يا عبد المجيد، املى وقتها علشان ما تفكرش في اي حاجه تانيه. ما انت عارف انها غاويه رسم. ايوه يا حبيبي، الرسم ده مساله مزاج. لو الريشه عكستها او وقفت في ايديها هترميها وهتعمل ايه؟ هتقعد تفكر. انا معاك، فراغ ده مشكلة. هي مش كانت عملت لك شوية تصميمات؟ ده في الأول بس، بعد الجواز عرفتني على ناس متخصصة. لو ست عادية كانت تبقى المسألة سهلة، كان كلمتين وشخطة كانت هتقعد ساكتة. لو كانت كده ما كنتش حبيتها ولا اتجوزتها. خلاص أنا لقيتها. أنت مش كنت بتدور على موظف يمسك لك المكتب بتاع اسكندرية؟ هتلاقي مين بقى أحسن منها؟ والله فكرة كويسة. طيب أنا عايزك تقعد تفكر براحتك كده وتخلصني، عشان عندي مصالح متعطله. انت قلت حاجه؟ انت اديتني فرصه اتكلم ولا اقول حاجه؟ يا سيدي اتكلم قول، انا تحت امرك. انا الحقيقه ظروفي متلخبطه شويه اليومين دول يا عبد المجيد، محتاج استلف منك قرشين لغايه ما الم فلوس اللي في السوق. انت محتاج فلوس يا فريد؟ ليه؟ في ايه؟ انت هتفك زنقتي يا عبد المجيد ولا هتحقق معايا؟ انت عارف ان مفيش فرق بيني وبينك، لكن عشان خاطري وعشان خاطر ولادك خد بالك من طريقه حياتك اليومين دول. انت ناوي تديني درس في الاخلاق الحميده ولا ايه؟ أنا جاي أستلف منك قرشين يا عبد المجيد وهرجعهم، مش جاي أشهد. طبعا. عايز كام يا سيدي؟ ملك؟ 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 ملوكة؟ ملوكة؟ ملك؟ أنا آسفة كنت جوه ما سمعتكش. اللي أنا بفكر فيه ده بجد ولا عشان مش نايم كويس امبارح بالليل؟ لا بجد جدا، وحطيتها كده مخصوص عشان تعرف. وبعدين أنا نفسي في بنت وأنت ما عندكش بنات. بسم الله ما شاء الله. فيها شبه كتير قوي منك يا ملك. قول لي بقى اخترت لها اسم؟ أنا اسمها مكتوب جوه قلبي من قبل ما تتولد. ملك. ملك تاني؟ لما تيجي تندعي علينا مين فينا اللي هيرد عليك الاول؟ شوف يا ستي، انا مش عايز انطق ولا اسمع غير الاسم ده. نفسي تكبر قدام عيني انا وانت، ده منى عيني كله. عارفه يا ملك، انا حاسس ان البنت دي هتبقى حاجه تانية خالص. بس مفيش اب في الدنيا بيفرق في حب ولاده. انا هحبهم زي بعض وحديهم زي بعض، لكن ملوكة دي اعظم حاجه في الدنيا. شوفي والنبي حلوة ازاي. مساء الخير نادي. انا اللي كلمت حضرتك من يومين ورديت عليا بالتليفون، وملك قالت لي على اسم المستشفى. تعالي حبيبتي وحشتيني، اتفضلي. لا ما اقدرش افصل في موضوع مهم زي ده. انا عارفه ان انا بقيت مرات اهم مدير شركه في الدنيا، وعندي احلى بنت في الدنيا، وعارفه كمان ان انا بروح المكتب علشان اخوف الموظفين. يا اخي بتكلم بجد بقى، انت اللي لازم تاخد قرار في الورق ده، فانت اللي لازم تقرب نفسك. طبعا وحشتين، هستناك ما تتاخرش. لا مؤاخذة يا ست هاني، في واحدة ست عايزة حضرتك. دلوقتي؟ ما قالتش مين؟ نادية، أنا آسفة طبعًا إن أنا جاية لك في وقت متأخر زي ده، بس غصب عني. خدي البنت نايميها، هاتي بوسة لمامي بسرعة. تصبحي على خير، يلا. تعالي يا ملك. خير. المسألة في منتهى الخطورة يا ملك، لو كنا اتأخرنا دقيقة واحدة كانت قبض علينا.
احنا يا دوبك هربنا بالهدوم دي وسبنا كل شيء. طب كنتوا هتعملوا ايه لو جوزي كان موجود في البيت؟ مش عارف يا ملك، بس انا اخر مرتين كلمتك فيهم انكر وجودك، ما كانش قدامي حل غير ان استناكي هنا. انا اسف يا ملك، ما كانش قدامي حل غير ان الجأ لك. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ بتساليني يا ملك ايه اللي مطلوب منك؟ انت عارفه ايه اللي مطلوب. خلاص لو عايزين فلوس اجهزها لكم على طول. المساله مش مساله فلوس، احنا محتاجين مساعدات في الارض في الشارع. ايوه انا طول عمري بساعدكم، بس انا ظروفي عارف، متجوزه ومخلفه وبقالك فتره بعيد، لكن اي فلوس هتدفعيها مش هتساوي نقطه دم من شهيد او حتى جريح زي اللي معايا في العربيه. ايوه بس انا اديت كلمه لجوزي. خلاص سيبينا نصيبنا، بس لازم تعرفي اللي معايا دوت ضابط مفصول من الجيش وقاتل اتنين من المخابرات الانجليزيه. عايزين مني ايه دلوقتي؟ مفتاح شقتك القديمه نتدرب فيها يومين ثلاثه لحد ما يخف ونشوف طريقه نخرج بيها من اسكندريه. ده لو حصل هيتخرب بيتي. هو برضك كان عنده بيت واولاد، ما فكرش ليه فيهم، ما فكرش ليه في وظيفته قبل ما ينفصل منها. اللي عايز يضحي علشان بلده ما بيسالش هيضحي بايه. مش هي دي مبادئك؟ المره دي مش بوليس سياسي وبس، او حتى اعتقال بدون محاكمه او حتى تعذيب، دول مخابرات وانجليز، يعني لو وصلوا له هيقتلوه وساعتها يقولوا ان هو قاومهم اثناء القبض عليه. بديني سكارة. تفضل. ملك انا اسف، المساله بالنسبه لنا حياه او موت، يعني لازم تفكري وبسرعه وتاخدي قرارك دلوقتي حالا. رايحه فين؟ انا هجيبلك مفاتيح الشقه. انا متشكر، متشكر قوي يا ملك، وكنت متاكد ان انت مش هتخلي عننا. دي اخر مره هقدر اساعدك، قدر ظروفي من فضلك. انت تسمعي الكلام ده وما تروحيش ناحيه البحر. هاتي بوسه، يلا روحي مع ده، خدي بالك منها والنبي. من عينيا يا ست هان. يلا يا ملك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ست الحسن والجمال رايحه فين؟ تلعبي في الرمله. تلعبي في الرمله؟ وهتسيبي بابي لوحده؟ طيب باي باي. ايه؟ مالك يا مالك تعبانه؟ لا لا انا كويسه قوي. مال شكلك مش طبيعي ليه؟ سيبك من شكلي. اسمعني كويس. امبارح حصلت حاجه من حقك تعرف. أنا كنت حاسس إن سؤالهم عليكي ورا حاجة. عشان كده كنت بتنكر وجودي. أنا كنت بحمي بيتي وبحافظ على الست اللي بحبها. تاخد قرار بالنيابة عني؟ القرار ده أنت اللي خدتيه قبل ما نتجوز. وقعد فاهمين إن أنا اللي غلطان. مش مهم مين فينا اللي غلطان، المهم تديني فرصة أشرح لك. تشرحي لي إيه؟ هو قعد فيها شرح. في راجل هربان من البوليس السياسي ومخابرات بريطانيا العظمى قاعد دلوقتي في شقتك القديمة. مش هنعرف نتفاهم بالطريقة دي يا عبد المجيد. عشان مش المفروض تخاطري بنفسك. ما فكرتيش فيا. ما فكرتيش في ملك بنتك؟ هنعمل ايه احنا لو جرالك حاجه؟ ما كانش عندي فرصه للرفض، وانت لو كنت مكاني كنت عملت زي بالظبط. انت كمان رجعتي تدخني تاني؟ انا ما بطلتش تفكير دقيقه من امبارح. انت ليك حق تزعل، بس انا كمان مش غلطان. ملك انت خليتيني افقد ثقتي فيكي. مش ثقه الراجل بمراته، لا، ثقتي في ان اديتك حريتك. أنا موافقة على أي رد فعل تاخده ضدي، بس قبل ما تتكلم عن الحق اديني حق الأول واسمعني. عبد المجيد، فاكر لما اتقبض عليك بسبب؟ طيب أنت ليه ضللتهم وما قلتلهمش أوصافي؟ تفتكر انا عملت كده ليه؟ مش هتقولي انك انت حبيتني من اول نظره وكان ممكن تخش المعتقل بدالي. انت عايزه توصلي ليه؟ انت فاهم يا عبد المجيد، انت لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه تاني؟ انا راضيه بحكمك. انا مش راجل بتاع نظريات وكتب يا ملك، انا راجل عملي. ومن الناحيه العمليه مفيش ست هتقدر تقنع جوزها باللي انت بتقوليه ده غير يمكن بعد 50 سنه. انت نفسك كان لازم تتولدي بعد 50 سنه. مفيش فايده، مش عارفه اقنعك بحاجه. بس أنا دلوقتي خايفة على ملك الصغيرة، عايزاك تاخدها معايا. في 3 أيام أنا مش ضامنة فيهم حاجة. وأنا ما كنتش أحب إن احنا نختلف للدرجة دي. أنا قلبي شايل منك يا ملك ومش قادر يسامح.
جايين تتسامروا ولا ايه؟ هو صاحبك مش جاي ولا ايه؟ يجي ما يجيش هو حر، المهم احنا موجودين والشامبين موجوده واللي هيغيب منابه عندي. العب. جبت صورة القط؟ يا ريتنا افتكرنا 1000 جنيه. عبد المجيد؟ مساء الخير يا فريد. مساء النور. ايه ده؟ انت عندك حد دور؟ انا عندي ظروف كده بس. اتفضل اتفضل. خشوا جوه دلوقتي. هو ايه اصله ده؟ احنا جايين نتحبس هنا ولا ايه؟ بقول لك خشوا جوه انت وهي دلوقتي، اتفضلوا. يلا. في ايه يا عبد المجيد؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا عايز مفتاح شقتك. انهي شقه؟ الشقه دي. وماله يا حبيبي؟ طب روح انت دلوقتي يا عبد المجيد وانا بكره الصبح هجيب لك المفتاح لغايه البيت. ما ينفعش الصبح، انا عايزها الليله. الليله؟ الليله بالذات يا عبد المجيد؟ ايوه، بنتي والدادة بتاعتها لازم يقعدوا هنا يومين ثلاثة. وانا ذنبي ايه؟ ما يباتوا في شقتك يا اخي. شقتي لو ممكن يباتوا فيها كنت بيتهم، في ظروف يا اخي. باين عليك فعلا. قول لي، انت متخانق مع مراتك ولا ايه؟ مالوش لزوم الكلام ده. بس انا عبد المجيد خلاص فتحت ازازه الشامبين والليله لسه هتحلو، اخدوا القنبلتين اللي جوه دول اروح بيهم فين دلوقتي انا؟ روح فجرهم في اي حته. فريد، انا لو سافرت بكره مصر لازم تاخد بالك من البنت والدادة بتاعتها كمان. بقول لك يا عبد المجيد، هي مراتي موصياك عليا ولا ايه؟ عم عيد. نعم. قول للسواق يجهز العربيه. يعني اعمل قهوه تاني؟ بقول لك يجهز العربيه، تقول لي اعمل قهوه تاني؟ لا مؤاخذه بيه، حقك عليا. الو. ايوه فتحي. بنت لسه بتعيط؟ طب انا هخلص شغلي النهارده في القاهره واكون بكره عندكم في اسكندريه. مع السلامه. أنا ما خلفتش وعدي معاك ولا عشان نزوة ولا رغبة، بالعكس أنا بحبك وحريصة عليك أكتر من حياتي، بس الاختيار بالنسبة لي كان مستحيل. أنا استحملت ظروفك وقبلت أكون زوجة تانية لآخر يوم في عمري. مش قادر تتحمل مرة واحدة ظرف من ظروفي؟ وأوعدك مش هتتكرر، أوعدك. اللي صحيك دلوقتي يا عبد المجيد؟ ولا حاجة، قلت ألحق وقتي مدام مش عارف أنام. وقت ايه بس؟ ده الفجر لسه ما ادنش. انا كده كده لازم اكون في اسكندريه الصبح بدري. طب ومش جاي لك نوم ليه؟ يعني ايه مش جاي لي نوم ليه؟ ربنا عايز كده. الله، مالك يا عبد المجيد؟ اكون مالي يعني؟ نامي انت، نامي واستريحي. انت مش طايق لي كلمه ليه؟ على العموم انا هعمل باصلي واقوم احضر لك الفطار. حضري فطار ولا ما تحضريش فطار، انا مش هاكل. ولا هتسالني مش عايز تاكل ليه؟
عبد المجيد. اي فتحي، هتعملوا ايه بكره؟ طب وانا هعمل ايه؟ طيب مع السلامه. ايه اللي جابك يا حبيبي؟ يعني لو قبضوا عليكي مش هعرفوا انتي متجوزه مين. مش هي دي الاجابه على سؤالي، بس قولي ايه اللي جابك. طب اهدي بس، تعالي نقعد. مالك حبيبتي؟ انت مراتي ولا يمكن اسيبك في الخطر حتى لو مش مقتنع باللي انت بتعمليه. مش هتعرف تساعدني حتى لو عايز. لو اتكشف الموضوع لازم تبقى مش مسؤول عن تصرفاتي. طب ما تهربيش ليه؟ انا مستعد ادخل بيكي في اي حته لغايه ما الموضوع ده ينتهي. ما ينفعش يا حبيبي، طول ما هم عندي في الشقه في خطر، هيمسكوك وهيضغطوا عليك لحد لما تقول لهم مكاني. هيجبروك على كده خصوصا بعد ما يعرفوا ان احنا متجوزين. مهما ضغطوا عليا تفتكري انا هعمل كده؟ انت مش هتعمل كده، هيجبروك على كده. المره دي مش زي المره اللي فاتت، انت دلوقتي جوزي. مش هيقدر. هيقدروا. انت مالكش خبره بالحاجات دي، انت ما تعرفش يعني ايه تعذيب. انا مستعد اتعذب عشانك. وانا مش عايزك تتعذب خالص. خليك بعيد عشان ملك. هما هيمشوا بكره بالليل وكل حاجة هتخلص. أنا عايزك تسامحني حتى لو كنت ناوي تسيبني. مش عايزة قلبك طيب تشيل مني. أنت أجمل حب في حياتي. وأنت كمان يا ملك، بس يا ريتني ما كنت حبيتك. أنا ما عنديش وقت للكلام ده. لو منفذتيش أوامري هتموتي، فاهمة يعني إيه؟ لو حاولت تعملي بطلة أنت اللي هتخسري. إحنا عارفين كل حاجة وهنقبض عليهم، وساعتها مش هيلاقوا حد غيرك يتهموه بالخيانة. لما أنتوا عارفين كل حاجة عايزين مني إيه؟ حاجتين مالهمش تالت: عنوان الست اللي قاعدين في شقتها، وإزاي هيخرجوا من اسكندرية، ومين اللي هيساعدهم. أوعى تفتكر إن أنا ممكن أنطق بأي كلمة. الموت عندي أهون. الموت بالنسبة للي زيك حلم، أمل غالي ما يتحققش بسهولة. هيفضلوا يعذبوا فيك لحد ما تخلصي. بعد كده جتتك تترمي للكلاب. إحنا ممكن بشوية مجهود مننا نستغنى عن خدماتك. الست إياها هنوصل لها خلال ساعات. بعد كده هنوصل لكل الباقيين ونقبض عليهم في الوقت المناسب. مش محتاج مني حاجه حضره الظابط. ده مش شغلك. انت ترد على اسئلته وبس. سيبوها. اقعدي. انا هتفق معاك اتفاق يريحك ويريحني. هو سؤال واحد وعايز اعرف اجابته. لو جاوبت من غير لف ودوران هتسهل على نفسك وعليا. مين يعرف حكاية الضابط ده غيرك انت وفتحي والست اياها؟ ما تهدى شوية عبد المجيد، خالتين يا اخي. مش قادر يا فريد. انا اللي اعرفه ان الراجل هو اللي بيشتغل في السياسة، والست تفضل قاعدة في البيت حاطة ايدها على قلبها لغاية ما الراجل يرجع. بس خلي بالك انت اللي جبته لنفسك. وانا كان في ايدي اعمل ايه؟ ودلوقتي مفيش في ايدك حاجه تعملها. انت هتعمل لي زيها. عندها حق، انت دلوقتي مفيش في ايدك غير انك تستنى. مش قادر، مش طايق نفسي. انت مين؟ استنى انا اللي هرد. الو. اهلا. ازيك يا سوسو يا حياتي؟ عامله ايه يا روح؟ لا يا حبيبتي انا مش هربان ولا حاجه، انا بس عندي ضيوف في البيت خانقيني شويه. مين هيكون؟ مين حماية؟ لا عارف اروح منه لا يمين ولا شمال، بس اوعدك ان انا همشيه بسرعه يوم ولا اتنين كده، وهتصل بيك يا حبيبتي. ارجوك بوسيل ايديك الحلوين لغايه ما قبلك. مع السلامه يا حياتي.
شايف الرزق اللي بيطير بسببك؟ اهو. ايه هتعمل ايه؟ هكلمها في الشاليه يمكن تكون رجعت. ايه يا عبد المجيد؟ تعالى بس. رايح فين؟ هدور عليها فين؟ مش عارف بس مش هستنى كده. يعني هدور عليها فين؟ هتروح تدور عليها في الشارع؟ هروح لها الشاليه واللي يحصل يحصل، ولو اتصلت بيه بلغني على طول. ضابط حربان دي لازال يحتفظ بعلاقات قوية قوي مع ضباط آمرين في الجيش، مفهوم؟ مفهوم جنابك. الأوضاع في الجيش دلوقتي مش مستحملها. برضو مش لازم حد يعرف إن إحنا اللي. ما تقلقش، مفيش غير تلات انفار بس عرفوا إن إحنا وصلنا له. هتشتغل معانا وعمرها ما هتتكلم. And the other couple، يعني الاتنين التانيين. مش هيلحقوا يقولوا حاجة. فتحي هيكون معاه لحظة تنفيذ، والست التانية هتكون بعيد عشان محدش يربط بين الحادثتين. ها؟ عرفوا يقنعوكي تحت؟ ولا هتتعبي قلبي زي المرة اللي فاتت؟ عايز مني ايه؟ انا مش جاوبتك على سؤالك. لا لسه بدري. لسه هكلمهم في التليفون وتقول لهم ان كل شيء تمام. احنا قبضنا عليك وانت راجع من ابو حمص، يبقى اكيد الجماعه التانيين هناك. ما انت عارف كل حاجه، سيبني في حالي بقى. لو اقتحمنا الشقه اكيد هيقاومونا، وفي الحاله دي هيموتوا. انت مش عايزاهم يعيشوا؟ انا عايزاهم يعيشوا. انت بقى عايز منهم ايه؟ عايز انقذ حياتهم، مش حبا فيهم طبعا، بس عشان اخد منهم المعلومات اللي انا عايزها، عشان يفتكروا ان انا بلغت عنهم، مش كده؟ ما تخافيش، احنا هنحميك، هنفهمهم ان احنا ما قبضناش عليك غير بعد ما مسكناهم. تقعد عندنا كام يوم وتنضرب كام قلم قدامهم، بعد كده نبقى نفرج عنك. لا لا كده مش هيبقى قدامي غير حل واحد. هتعقلي وتخافي على روحك وعلى شرفك، ولا ارفع سماعة التليفون وأمر بالقبض على اخواتك، البيه اللي عايز يبقى دكتور، والهانم اللي في مدرسة المعلمات. تسافر سافر. قلة الأدب مش هتنفعك. يا تقومي تكلميهم في التليفون، يا اتكلم أنا وتبقى أنت المسؤولة على اللي هيجرى لإخواتك. نادية كان عندها مأمورية تانية خلصتها الحمد لله وطمنتنا بالتليفون. هتروح فين دلوقتي؟ أبو حمص. بس أنت مش هتوصلينا لحد هناك. أمال إيه؟ للأمان هتوصلينا لطريق فرعي وإحنا هنكمل وسط الغيطان. أنا متشكر أوي ومتأسف إذا كنت تسببت لي في أي مشاكل. سامحوني مش قادرة أقدم أكتر من كده. أنا متأكد إن لولا الظروف ما كنتش اتأخرت. فتحي خدوا بالكم من نفسكم. إن شاء الله. أسلم. لا ما تقلقش ما فيش حاجة، ده تلاقي بس الهوا هو اللي هز الشجر أو أي ديب معدي. ما تقلقش. مش حاجة، سعادة البيع عايزة انها تبان حادثة سرقة وبس. خلاص عملت اللي في دماغك.
سامحني يا حبيبي، أنا وعدتك إن دي آخر عملية وخلاص الموضوع انتهى. على العموم أنا نازل القاهرة ومعي البنت، هتيجي ولا وراكي حاجة تانية تعمليها؟ ما تعاملنيش بالطريقة دي، أنا ما استاهلش منك كده. جاية ولا لأ؟ جاية بس على شرط، من غير خناق ولا لوم ولا عتاب. خلاص أنا وعدتك، اضحك بقى. تفضل. فيك ومش حايش من غيرك. أنا كمان بحبك. خد لك ملك. 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 يلا يا مسيد، البيزا من وراجع. عبك كده أهو رجع والأكل لسه مخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واقف كده ليه يا سي عبد المجيد؟ معاك حد؟ فتحية. تعالى فتحية. فتحية مين؟ يا ولاد خشوا على أوضتكم يلا. وانت يا فتحية خش معاك. مالك بنتي؟ بنتك؟ ازاي؟ ومنين؟ هي دي اللي انت كنت قاعد عشانها في اسكندريه وانا طافح الدم هنا مع عيالك؟ مش وقت اعتاب يا نهد، انا غلطت في حقك ومعترف بذنبي وكل اللي هتطلبيه هنفذه الا حاجه واحده. بنتي مالك؟ ما تخرجش من بيتي لو سمحتي. التحريات عن جوزها أهواله موجودة في محضر الشرطة اللي قدام سعادتك. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه عبد المجيد راتب حسنين يا فندم. عبد المجيد راتب حسنين؟ الاسم ده مش غريب عليا. كده يا عبد المجيد؟ طيب هو سيادتك تعرفه؟ فاكر الراجل اللي جبناه من كام سنة وقعد يقول ان في واحده ست رفعت عليه سلاح واجبرته يهربها في عربيته؟ صح، هو ده اسمه يا فندم. واضح انه ما كدبش غير في اوصافها، لكن الباقي كله حصل. مظبوط يا فندم. بس كويس انه ما قاليش حاجه في المحضر. كله ما عرفش وما حصلش يا فندم. اغلب الظن انه حبها واتجوزها وبعدها عن السياسه لكام سنه دول. ده التفسير الوحيد لغيابها عننا. امال ايه اللي عملته ده يا فندم؟ الله، جايز تكون قالت له على كل حاجه. وجايز ما قالتلوش، لو كان عايز يتكلم كان اتكلم في محضر البوليس، ده لو يعرف حاجة من أصله. على كل حال أنا أبعتله اللي تعزيه وتاخد بخاطره وتجيب لنا الخبر الأكيد. ولد واقف عندك تعمل إيه؟ شو قلت لك 100 مره ما تسحبش ورايا كده؟ ماما عارف انت بتعيط ليه. انت مالك يا رامز ومال الحاجات دي؟ الحاجات دي بيني وبين بابا، بين الكبار بس يتكلموا فيها، انما الصغيرين ما لهمش اي حق. خش على اوضتك. السلام عليكم. عليكم السلام. مال بهاء؟ اتعشى ونام. ومالك معاه؟ معرفش. عندك دادتها، ادخل اسالها.
تحب احضر لك العشاء قبل ما انام؟ لا متشكر، ليش نفس. تصبح على خير. مهد افندم، في كلمتين كده عايز اقولهم لك، ممكن تيجي معايا؟ حاضر. انا حبيت اقول لك ان كلامك ليا وطريقتك معايا ما بقتش صح. ده كمان عايز تعاتبني بعد اللي عملته يا سي عبد المجيد؟ مش عارفه انت عايز ايه. مش كفايه ان انا شايله الهم وساكته وما نطقتش ولا كلمه لاي حد، كمان جاي تعاتبني؟ انا مش بعاتبك، وعارف ان اي واحده مكانك هتعمل اكتر من كده بكتير. وانا ما عملتش اي حاجه. وانا لما دخلت البيت ومعايا ملك كنت بعترفتك بغلطتي من غير ما تتكلمي ولا تعملي اي حاجه. وانا خدت امن اعترافك، اللي انكسر عمره ما هيتصلح. اذا كنت لسه قاعده في البيت لازم تعرف اني تحملت الغدر والخيانه عشان خاطر ولادي وبس. وانا ما غدرتش بيكي ولا خنتك. انا ما بعتكيش لما اتجوزتها ولا حبيتها عشان بطلت احبك. والله اعلم انت بالنسبه لي مكانتك قد ايه في قلبي. انا ما اقدرش اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده. ازاي ما بعتنيش لما انت اتجوزتها وبتحبها وبرضه بتحبني؟ انا ما بطلبش منك انك تفهمي، انت عارفه انا ما كنتش بدور على الستات ولا على الجواز، ومش ممكن اعمل اي حاجه تبعدني عن بيتي. بس انا لقيتها قدامي، طلعت لي مره واحده مش عارف منين وازاي، وفي نفس اللحظه حبيتها من غير ما اخد بالي، كان غصب عني وعنها. صدقيني يا ناهد انت مالكيش دخل بالموضوع ده خالص. ارجوك يا عبد المجيد، انت كل ما بتحاول ترضيني تجرحني زياده. انا مش عايز اجرحك ولا عايز اجيب سيره الموضوع ده تاني، بس البنت مالهاش دخل. مهما حصل بيني وبينك، غضبت عليا او رضيتي عليا، انا برجوكي عاملي البنت زي بنتك بالظبط. عايزني اعامل بنت ضرتي زي بنتي؟ انا ممكن اجيب لها احسن مربيه في العالم، لكن يوم ما رجعت مع ملك البيت ده انا كنت بدور لها على ام مش تهدى. ضرتك ماتت خلاص يا ناهد، وانا مش هقدر ابن على بنتي ملك غير مع واحده زيك انتي. هي دي الدنيا عبد المجيد يا اخويا، مفيش حاجه فيها بتفضل على حالها. عندك حق، بس الحمد لله ناهد ست اصيله. بس اهم حاجه نفكر فيها دلوقتي بنتنا الصغيره ملك. جرى ايه يا فريد؟ تعمل تزيد وتعيد في الكلمتين دول من ساعة ما جيت. في بواسيك يا أخي. ما أنت بتواسيني من ليلتها. ممكن تقولي أنت جاي هنا ليه بالظبط؟ أعمل إيه بس يا عبد المجيد؟ أنا عارف إن الوقت مش مناسب، بس أنا مزنوق زنقة سودة، مش لاقي حد ينجبني غيرك. أعوذ بالله، زنقة إيه؟ بس والله العظيم، والله يا عبد المجيد كل كلمة قلتها لك كانت من قلبي. أنا حزين فعلا، والله ما بكذب عليك. أنا مصدقك يا فريد، ممكن تقولي زنقة إيه اللي أنت فيها دي؟ أنا محتاج شريك معايا في مصنع كفر الدوار. شريك مرة واحدة؟ ليه؟ أنت بتودي فلوسك فين؟ بقول لك يا عبد المجيد ما تقعدش تعمل لي زي كل مرة، أنت هتشاركني ولا أشوف حد غيرك؟ حاضر يا فريد. حاضر. بس هيبقى لينا كلام تاني. كويس إن أنا مش فايق لك دلوقتي. أدخل. في واحدة من اسكندرية عايزة تقابل سعادتك. البي خارج حالا. يا فندم انت جايه هنا ليه؟ دي مقابله برضه يا عبد المجيد بيه؟ ده انا من ريحه المرحومه. قصدك انت السبب في موتها؟ احنا كنا بنقوم بواجب وطني. الواجب الوطني ده له ناس، مش واحده متجوزه ولها طفله عندها 3 سنين.
وانا اللي جايه وفاكراك بتفكر ازاي هتاخد بطارها. اخد بطارها من مين وازاي؟ غريبه، هي ما حكتلكش؟ مالك كانت بتعمل الكلام ده من ورايا وانت عارفه كويس قوي. ممكن اعرف انت جايه هنا ليه بالظبط؟ عشان اتاكد ان انت مش هتقول اي حاجه تانية لاي حد، سواء لواحدة زيي كانت بتحب ملك واكيد بتخاف عليك وعلى بنتها، او لاي حد غيري. تقصدي مين يا؟ العين عليك، لو حسوا ان ملك حكيت لك اي حاجه مش هيسيبوك. مهم قوي كمان محدش يعرف ان انا حذرتك. يبقى بوس لي ملك الصغير. تعيش وتفتكر يا بابا. ملك للدرجة دي انت حزين عليها؟ وافضل فاكرها طول العمر كانها لسه سايباني امبارح. الحاجه الوحيده اللي مصبرها لي انتي اللي موجوده في حياتي. كان نفسي اشوفها واعرفها. بص روحك في المرايه وانت تشوفيها، شوفي انت بتفكر ازاي، بتتصرف ازاي، بتتعرف ازاي. حبيتها قوي يا بنتي. على قد ما كان نفسي اشوفها واعرفها، لكن ربنا عوضني بيك. وعوضني بيكي عن غيابها. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا، ما يحرمنيش منك ابدا.